بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، صدق الله العظيم. بقلوب يعتصرها الحزن والألم، عامرة بالإيمان بقضاء الله وقدره، مؤمنة بأمر الله تعالى، ينعي مجلس الوزراء إلى أسرة الصباح الكريمة والشعب الكويتي الكريم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى، والدنا وراعي مسيرتنا حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد رحمه الله. بعد مسيرة عاطرة حافلة بالبذل والعطاء والإنجاز، سطر خلالها صفحات مضيئة من الالتزام بالمبادئ والقيم والمثل العليا في حياته التي كرسها لخدمة وطنه وأمتيه العربية والإسلامية. وبوفاته رحمه الله فقدت الكويت والأمتين العربية والإسلامية إنساناً أفنى حياته في تحقيق إنجازات وإسهامات نهجها القيم والمبادئ والأخلاق يشهد لها التاريخ. لندعو المولى العزيز القدير أن يجزي سموه بالرحمة الواسعة والمغفرة الحسنة، وأن يسكنه فسيح جناته. وعملا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 64 في شأن أحكام توارث الإمارة، فإن مجلس الوزراء ينادي بولي عهده حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت، مبتهلين إلى المولى جلت قدرته أن يكلأ سموه بكريم عنايته ورعايته ويمده بموفور الصحة والعافية، وأن يعينه ويسدد على دروب الخير خطاه ويلهمه النجاح والتوفيق بما عرف عن سموه حفظه الله ورعاه من حكمة ووفاء وإخلاص لبلده وشعبه، لكل ما فيه رفعة الكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها، ليكون لنا جميعا خير خلف لخير سلف، وإنه سبحانه سميع مجيب. وإزاء هذا المصاب الجلل تعلن دولة الكويت الحداد الرسمي لمدة 40 يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام، ينتهي مساء يوم الثلاثاء 19/12/2023. إنا لله وإنا إليه راجعون.